السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود ربيع. النهاردة هنتكلم عن شجرة التين. ناس كتير سألت عن أشجار التين، العناية بيها ايه، الري، التسميد، ايه السر اللي بيخلي يكون الثمار كتير جدا. لأن في ناس كتير سألت بتقول يا محمود عندنا الشجرة ليها 3 سنين ما بتثمرش، عندي شجرة تاني زراعها ليها 3 سنين 4 سنين الثمار بتاعها قليل أو الإنتاج بتاعها قليل، افضل تسميد ايه بالنسبه للثمار؟ عندي الثمار بيشقق، عندي الاوراق فيها من وتريبس، اعمل ايه؟ اسئله كتير وهجاوبكم على كل مشتملات التين. لو انت حبيت حضرتك كمان تشتري شجره تين او عندك شجره تين، تابع الفيديو الاخر هيكون مفيد ليك. ويا ريت اول حاجه نشترك في القناه وندوس لايك ونشارك الفيديو. اولا يا جماعه، شجره التين دي مذكوره في القران الكريم وليها فوائد كتير جدا بالنسبه للثمار وبالنسبه للورق، بس انا مش هتكلم على الفوائد دلوقتي، انا هخش في شجره التين في العنايه بتاعتها. اولا شجره التين بتحتاج اضاءه حوالي كل يوم 3 4 ساعات شمس مباشره. طيب هنتكلم عن الري، دي افضل حاجه عشان الناس لو عندها مكان ظل ولا حاجه 3 4 ساعات شمس. بالنسبه للري يا جماعه، طبعا لو في الصيف بنسقيها كل يوم في الصيف مره واحده، ده لمده سنه او سنتين لحد ما تكبر الشجره، بعد كده ما بتحتاجش ري زياده. طبعا شجره التين بتتحمل الجفاف بشكل جيد جدا لانها عامله زي النخيل. طيب اهم حاجه في نقطه الري يا جماعه، ودي لازم كله ينتبه لها، هي حاجه واحده بس لان دي لازم مهمه جدا، لازم تمتنع عن الري عند اقتراب الثمار، يعني من النضج. يعني لما تلاقي الثمار كبرت كده وقربت ان هي تستوي قلل الميه خالص. يعني انت عندك حضرتك شجره تين قربت عند، طبعا فيها تين، قربت تثمر يعني مثمره، وطبعا قربت تنتج او تطيب، يعني لازم تقلل الميه خالص. و طب ليه؟ طيب هنقلل الميه لان ده بيخليها بتسبب تشقق الثمار، بتخلي بتاع تتفتح، ثانيا بتعمل لها تعف، ده من كتر ايه الميه اثناء النضج. يعني انت بدات ان هي تستوي قلل الميه عليها. طيب تاني حاجه ايه؟ التسميد يا جماعه. افضل سماد لشجره التين هو طبعا التسميد الازوتي. التسميد الازوتي ده بيسبب زياده في النمو وفي المحصول كمان، يعني بيدي النمو خضري وبيدي كمان ثمار جيد. ليه؟ كل ما تكون الشجره عند حضرتك النمو الخضري بتاعها كويس هتنتج اكتر. تمام؟ طيب التسميد ايه هو التسميد الازوتي؟ ناس كتير ما بتسالش التسميد الازوتي ده اللي هو سماد زي ان بي كي، هو ده اللي فيه كل العناصر، بيديها نمو خضر وبيديها دفع للثمار. طيب افضل وقت للتسميد ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي شجره وعايز اسمدها ايه؟ افضل وقت للسماد قبل الشتاء، قبل الشتاء يعني في شهر 10 كده تبدا تسمد، وفي شهر 6 دولت افضل ميعادين للتسميد. طب ايه تاني عشان نهتم بيها؟ التقليم يا جماعه، لازم نهتم بالتقليم الشجرة. طبعا التقليم ده بيتقسم لمراحل، طبعا التسميد ده بيتقسم لمراحل، وطبعا ده بنسميده مثلا في شهر 10 يعني. وكمان التسميد التقليم لازم يتم بعد سنة من الزراعة. بالنسبة للتسميد يا جماعة عشان ما ننساش، التسميد لو انت لسه زارع الشجرة بتستنى عليها سنة بتسمدها تاني سنة، بس ما تسمدهاش في السنة الأول، سمدها في تاني سنة. بالنسبة للورق يا جماعة، لو عندك ورق عليه تريبس أو من أو عنكبوت، ده بتجيب له رش مبيد حشرة وبترش. طب أفضل مبيد إيه؟ هو في حاجة اسمها فتاك واحد موجودة في مصر، وبترش بيها، ده بيقضيلك على جميع الحشرات. يا ريت تكون الفيديوهات بتعجب حضراتكم، ما تنساش تدوس لايك وتشارك الفيديو مع أصدقائك وأصحابك، خلي الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود ربيع. النهاردة هنتكلم عن شجرة التين. ناس كتير سألت عن أشجار التين، العناية بيها ايه، الري، التسميد، ايه السر اللي بيخلي يكون الثمار كتير جدا؟ لأن في ناس كتير سألت بتقول يا محمود